خصص مدفعي على المساجد 25/2 حلفاية يوم السبت، ولها محصنة 3 أيام وهم يقصفون. كانت الناس هنا تصلي وقصفوها في المدافع. انظروا انظروا يا اسلام، هذا بيت الله. انظروا يا مسلمون، 25/2 مدينة حلفاية، الله أكبر. انظروا يا مسلمين، المساجد تقصف. كانت الناس هنا تصلي، الجرحى بالمياه، الشهداء كلها كانت هنا تصلي وقصفوها.